انا جبت حاجات جديده قمر وما رضيتش افتحها غير معاكم. بس خلينا متفقين في الاول كده ان الحاجات دي تمام ما تخصش اي حد غير المتزوجات بس، للراجل او البنت. فالفيديو ده من الاخر كده لو انت عروسه او داخله على جواز او متجوزه اوريدي، غير كده فلا اطلع بره الفيديو حالا. والامانه اكتر هو كان اول مره اسمع بالعلبه دي او بالحوار دوت، فيها حاجتين تخص الراجل وتخص البنت. الموضوع كله بيتلخص ان هي فيها عطر كده فرموني بيجذب الطرفين ناحيه بعض. ما رضيتش افتحها غير معاكم، بس انا شميت الريحه في الستور اوريدي عشان كده عجبتني وقلت هفتحها معاكم. ده كده شكلها، بتبقى واحده للبنات وواحده للراجل. الباكجينج يعني مليون من مية. اول حاجه هي عباره عن جل، بصوا جل كده مش بيسيب اي ملمس دهني، وريحتها مش طبيعي، ريحتها سكسي جدا. دي بتاعت البنات، البنت هي اللي بتستخدمها، عامله زي الجل او المخمريه كده. ريحتها خطيره، حاجه كده ملمس حريري، ملمس مخملي كده جنن. الخاصه بقى بالولاد او بالراجل، تعالوا نشمها او نجربها بنفس. بصوا جل كده برضو، يا نهار ابيض ريحتها راجل نظيف زياده عن اللزوم. تحفه تحفه تحفه، وبسعر يجنن اصلا. عروسه لازم تشتريها.